وعلى الريد كاربت وكالعادة حرص عدد كبير من النجوم إن هم يحضروا مع أسرهم، وده اللي لفت نظر الجمهور، خاصة وإن في نجوم ظهورهم قليل جدا مع عائلتهم. والنهاردة هنرصد أبرز الكابلز على الريد كاربت. زي ما كان للنجوم الكبار حضور مميز على الريد كاربت خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة في نسخته الخامسة، لفت الأنظار كمان ظهور الكابلز من الفنانين واللي تفاعل معهم الجمهور بشدة على السوشيال ميديا. وزي ما تعود أسر ياسين خلال الدورات اللي فاتت على الحضور مع زوجته كنزي عبدالله، فالموضوع ده تكرر في الدورة الجديدة وكان ظهورهم مميز جدا. كمان تواجد على الريد كاربت نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي وزوجته النجمة روجينا، والاثنين بيعتبروا من أبرز الكابلز في الوسط الفني. وكالعادة خلق أحمد داود وزوجته علا رشدي حالة من البهجة على الريد كاربت للمهرجان، وده اللي عودوا الجمهور عليه طوال الدورات اللي فاتت. أما داليا البحيري فحضرت الدورة دي مع زوجها رجل الأعمال حسن سامي. كمان حقق ظهور محمد فراج وزوجته بسان شوقي رد فعل واسع، وده بعد ما ظهروا في النسخة اللي فاتت لأول مرة ككابل رسمي. كمان حضر الدورة دي باسل خياط وزوجته وبشرة وخطبها، جمانة مراد وزوجها، خالد سليم وزوجته، عمر الشناوي وزوجته، نجلاء بدر وزوجها.